اهلا بيكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، والنهارده جه ميعادنا عشان ناخد درس جديد من دروس الجغرافيا. درسنا النهارده سنه رابعه، هو اخر درس معانا في منهج الترم الثاني في الجغرافيا، اسمه دور الانسان في ظهور بعض مشكلات البيئه والتصدي لها. يعني ايه العنوان الكبير قوي ده؟ احنا في الدرس اللي فات يا سنه رابعه عرفنا ان الانسان والبيئه كان في علاقه ما بينهم، بيأثروا ببعض. البيئه قدرت ان هي تتحكم في الانسان وتجبره على ان هو يغير من نفسه، يعني يغير ملابسه لو الجو بقى برد يخليها ملابس تقيله، او يخليها خفيفه لو الجو بقى حر، لو بيئه ساحليه يخلي اكله عباره عن اسماك، بيئه صحراويه ياكل التمور، بيئه مثلا زراعيه ياكل من المحاصيل. وكمان قدرت ان هي تجبره على المهنه او الوظيفه اللي اشتغل فيها. كل بيئه وظيفتها بتختلف عن البيئه الثانيه، يعني راعي الاغنام في الصحراويه هيختلف عن الصيد في البيئه الساحليه. كمان الانسان بمرور الزمن قدر هو كمان انه يسيطر ويستغل او يطوع البيئه لاستخدامه، ان هو بدا ان هو يغير في مساحه الاراضي الزراعيه، يستخدم المبيدات والاسمده عشان يزود الانتاج الزراعي، ويستخدم صوبات وحاجات كتير قوي خدناها في الدرس اللي فات. طيب جميل، ازاي بقى النهارده وده عنوان درسنا وموضوع درسنا، قدر الانسان وهو بيستخدم او بيأثر في البيئه ان هو يعمل فيها مشكلات او يأثر فيها تأثير سلبي، وازاي بيحاول ان هو يبذل جهد كبير عشان يحل المشكلات دي؟ احنا عندنا ثلاث بيئات النهارده يا سنه رابعه، الانسان عمل لهم مشكلات وعمل لهم تأثير سلبي. عندنا البيئه الزراعيه والبيئة الصناعية والبيئة الساحلية. طب فين يا سنة رابعة البيئة الصناعية؟ لا يا مس، البيئة الصناعية مش معانا، لأن البيئة الصناعية موجودة بعيد عن البيئة الصحراوية، موجودة بعيد عن الإنسان، وموجودة كمان في مناطق بيقل فيها الكثافة السكانية. واحنا خدنا في الترم الأولاني في توزيع السكان على خريطة مصر إن البيئة الصحراوية بيقل فيها السكان وكمان ممكن ينضب مش يقل. طيب هناخد النهارده معانا التأثير السلبي على البيئة الزراعية. أول حاجة الإنسان بدأ يأثر تأثير سلبي ويسبب مشكلات في البيئة الزراعية إن هو بدأ إن هو ينقص مساحة الأراضي الزراعية. طب ليه بينقص مساحة الأراضي الزراعية؟ لأن هو بدأ يعمل توسع أو زحف أمراني. يعني إيه توسع أو زحف أمراني؟ يعني بدأ يشيل الأرض الزراعية ويقوم بالبناء على الأراضي الزراعية أو مكان الأراضي الزراعية. طيب لو جه سؤال يقول لي يا سنة رابعة بما تفسر تناقص مساحة الأراضي الزراعية؟ ليه بتقل؟ هنقول بسبب التوسع الأمراني أو البناء على الأراضي الزراعية. تاني مشكلة الإنسان عملها في البيئة الزراعية إنه بدأ يستخدم المبيدات الحشرية. طب فيها إيه ما نستخدمها؟ إحنا عرفنا إن هي بتخلصنا من الآفات اللي موجودة في البيئة الزراعية، اللي هي الآفات الزراعية. طب فين المشكلة من إيه مفيدة؟ لا يا سنة رابعة، إحنا لو عملنا إسراف أو أفرطنا في استخدام المبيدات الحشرية واستخدمناها بكثرة، ده هيؤدي إلى وجود تأثير سلبي كبير في البيئة الزراعية. طب يعني هيعمل لنا إيه؟ أول حاجة هيدي إن هو يقتل طيور صديقة الفلاح. إحنا عندنا طيور اسمها طيور صديقة الفلاح، أشهر حاجة عندنا وبتجيلنا كتير أوي في الامتحانات هو الطائر أبو كردان. طيب يعني مرة إيه الفايدة بتاعتها الطيور دي؟ الطيور دي بتنقي الحشرات اللي موجودة في التربة وبتبدأ إن هي تلتقطها من التربة وتخلصنا منها. طيب المبيدات دي لما الطيور تيجي تلتقط هذه الآفات الحشرات الطيور ممكن تموت، فالإسراف في استخدام المبيدات الحشرية يؤدي إلى قتل الطيور صديقة الفلاح، وكمان بتلوث التربة الزراعية، التربة الزراعية بسبب كثرة المبيدات هتبدأ إن هي تتلوث. إيه تاني؟ تلوث مياه الري. الميه اللي بنروي بيها الاراضي الزراعيه ونسقي بيها الزرع هتبدا هي كمان تختلط بالمبيدات الحشريه وتبدا ان هي تبقى ملوثه، وبالتالي المحاصيل هتبقى ملوثه وهتجيب امراض للانسان. فلما يجي يقول لك ما النتائج المترتبه غير على استخدام المبيدات الحشريه، غير كمان تفسر استخدام المبيدات. ليه استخدمنا مبيدات للتخلص من الافات؟ طيب ليه؟ ايه اللي حصل؟ لما اسرفنا يعني استخدمنا بكثره المبيدات الحشريه يؤدي لتلوث مياه الري، تلوث التربه الزراعيه والنبات، قتل الطيور صديقه الفلاح بالطائر او الداب. طيب عندنا بعد كده احنا خلصنا البيئه الزراعيه، هنخش بعد كده على البيئه الصناعيه. البيئه الصناعيه دي احنا اتفقنا ان هي موجوده او هتلاقيها متداخله مع باقي البيئات الموجوده في مصر، وعشان هي بتبقى فيها مصانع في كل مكان في مصر. طيب ازاي الانسان قدر ان هو يأثر تأثير سلبي على البيئه الصناعيه؟ قدر ان هو يلوث الهواء.
النيل. ايه تاني يا سنه رابعه؟ البيئه الصناعيه الانسان اثر فيها بزياده تلوث المدن الصناعيه. وركز معايا في النقطه دي، ازاي المدن الصناعيه فيها تلوث؟ في مدينه هتلاقيها مليانه مصانع كتير قوي ومليانه عمال كتير، العمال دي كل يوم بتروح المصانع في مواصلات وترجع كمان في مواصلات، المنتجات بتخش في عربيات وتخرج في عربيات، زياده وسائل المواصلات والنقل دي بتخرج عوادم كتيره جدا وادخنه كتير جدا، فده بيؤدي لتلوث المدن الصناعيه وزياده تلوث المدن الصناعيه. فلما يقول لك كلمه تفسر زياده التلوث بالمدن الصناعيه هنقول بسبب عوادم السيارات الناتجه من وسائل النقل. رابع حاجه ازاله المساحات الخضراء، المفروض يكون في البيئه الصناعيه دي كميات كبيره قوي من الاشجار والحدائق والمساحات الخضراء عشان تمتص الادخنه اللي طالعه وثاني اكسيد الكربون اللي طالع وتخرج لنا اكسجين، لكن احنا الانسان بدا ان هو يزيد في المساحات الخضراء ده وبالتالي فهو عمل مشكله وتاثير سلبي في البيئه الصناعيه. ثالث بيئه معانا هي البيئه الساحليه اللي موجوده عند ساحل البحر الاحمر وساحل البحر المتوسط، ازاي قدر الانسان ان هو ياثر تاثير سلبي في البيئتين دول؟ اول حاجه بدا ان هو يبوظ او ان هو يأذي الشواطئ البحريه، ازاي؟ باقامه الفنادق والقرى السياحيه. طيب دي ازاي؟ بان هي بتأذي او بتدهور الشواطئ البحريه، لان هي بتقلل من المساحه، القرى السياحيه دي بتتبني على الشاطئ قدام البحر على طول اسمها رابعه، فالقرى السياحيه دي هتبدا ان هي تقلل من مساحه الشواطئ والمناظر الجميله والطبيعه اللي فيه، هتبدا ان هي تتشال وتتزال بسبب اقامه هذه القرى السياحيه. تاني حاجه القرى دي او المدن الموجوده على الشواطئ وعلى البحار هتبدا ان هي ترمي القمامه بتاعتها والمخلفات بتاعتها في البحار اللي هو الاحمر والمتوسط، وبالتالي هتبدا الاحياء المائيه والاسماك اللي موجوده في البحار دي تتقتل وتموت. يبقى لما يقول لك ما النتائج المترتبه على القاء المخلفات في مياه البحار هنقول يؤدي الى قتل الاسماك والاحياء او الكائنات المائيه. طيب احنا كده عرفنا يا سنه رابعه ان احنا خدنا مشكلات التاثير السلبي للانسان في البيئه الزراعيه والبيئه الصناعيه والبيئه الساحليه. طب ازاي الانسان هيبدا ان هو يتصدى لمشكلات البيئه؟ ازاي نقدر نحل المشكلات الكبيره قوي اللي احنا اتكلمنا عنها دي؟ في دول كتير بتبدا ان هي تشترك في منظمات دوليه ان هي تبدا تبحث وتعمل حلول وتبذل جهد كبير عشان تحل المشكلات الموجوده في العالم في البيئات بتاعتها، زي المنظمات اللي تابعه لهيئه الامم المتحده. طب احنا عايزين نعرف مصر بقى، مصر بتعمل ايه عشان تبدا تحل المشكلات دي؟ اول حاجه بدات ان هي تنشئ وزاره اسمها وزاره البيئه سنه 1997، الوزاره دي بتعمل على حمايه البيئه وتحسينها. يعني ايه؟ يعني البيئه، يعني الوزاره دي اي حد هيبدا يدرس البيئه وتعرف عنه هتبدا ان هي تسجله، هتبدا ان هي تتعامل معاه، في بيئه فيها تلوث كبير هتبدا ان هي تحسن من البيئه دي، تبني اشجار، تنظف المياه الملوثه او تشيل القمامه اللي موجوده في مياه نهر النيل، فهي بتساعد على تحسين البيئه وحمايتها. تاني حاجه الدوله بدات ان هي تجرب القاء مخلفات المصانع في مياه نهر النيل، يعني لو الدوله عرفت ان في اي مصنع من المصانع الموجوده في الدوله بيلقي مخلفاته فيه في ميه نهر النيل بتبدا ان هي تحبسه، تفرض عليه غرامات، تعاقبه. تالت حاجه شجعت على استخدام الطاقه النظيفه، الطاقه النظيفه دي يعني طاقه لا تلوث البيئه، لان في طاقه تانية بتلوث البيئه زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. بدانا ان احنا نستخدم طاقه جديده اسمها الطاقه النظيفه، دي بتعمل على حمايه البيئه من التلوث زي طاقه الشمس والرياح والميه. طيب الدولة ازاي شجعت على استخدامها؟ وازاي بدأت تستخدم الطاقة النظيفة دي؟ بدأت استخدامها ان هي انشأت أول محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة أو في البحر الأحمر وسميتها محطة الزعفرانة، منطقة الزعفرانة في البحر الأحمر. وعندنا محطة تانية اللي هي أول محطة لتوليد الكهرباء من الشمس هي محطة الكريمات. ولازم تبقوا عارفين يا سنة رابعة إن النقطة دي بتيجي كتير قوي في أكله، ممكن يجي يقول لك أول محطة لتوليد الكهرباء من الرياح هي الكريمات، خلي بالك بنقول له غلط، هي إيه؟ الزعفرانة، فهو ممكن يلخبطها. وإحنا كده عرفنا مشكلات البيئة وإزاي الإنسان بيحاول يتصدى لها. رابع حاجة معانا في حاجة اسمها المحميات الطبيعية، في حاجة اسمها المحميات الطبيعية. وزي ما عرفنا يا سنة رابعة إن الإنسان يتصدى لمشكلات البيئة في مصر
انشاء وزاره البيئه. الدوله عملت وزاره اسمها وزاره البيئه عشان تحمي البيئه، وجرمت القاء المخلفات المصانع في نهر النيل، وشجعت على استخدام الطاقه النظيفه بانشاء محطه لتوليد الكهرباء من الرياح اسمها محطه الزعفرانه، وانشاء محطه لتوليد الكهرباء من الشمس اسمها محطه الكريمات. رابع حاجه معانا ودي مهمه جدا وبتتكرر كتير في الامتحانات، هي ان هي قامت بانشاء حاجه اسمها المحميه الطبيعيه. من اسمها كده يا سنه رابعه، يعني ايه محميه طبيعيه؟ كلمه محميه طبيعيه يعني بتحمي او بتحمي حاجه موجوده في الطبيعه، ممكن تحمي حيوانات، ممكن تحمي نباتات، ممكن تحمي طيور خايفه عليها من ان هي تتلوث، خايفه عليها ان هي تختفي او تنقرض، تنقرض يعني ما تعيش تاني او ما تبقاش موجود منها تاني خالص. فالدولة عشان تتصدى لمشكلات البيئة أو إن هي تحافظ على البيئة قامت بإنشاء المحمية الطبيعية. في مصر في أكثر من 30 محمية طبيعية. عندنا في مجالنا النهاردة جايين لك أشهر المحميات الطبيعية، زي محمية سان كاترين في جنوب سيناء، محمية وادي الريان وادي الحيتان في الفيوم أو برج الفيوم، عندك محمية سيوة. الثلاثة كده على نفس الخط، أشهر ثلاثة، سان كاترين في جنوب سيناء، وادي الريان وادي الحيتان في الفيوم، سيوة في الصحراء الغربية على الحدود ما بين مصر وليبيا. وادي دجلة دي موجودة عندنا في المعادي، الصحراء البيضاء موجودة في الصحراء الغربية، اسمها بالمناسبة اسمها الصحراء البيضاء لأن التكوينات الرملية بتاعتها لون فيها أبيض كتير أو فيها جلد كتير، عشان كده بيسموها الصحراء البيضاء. طيب وادي الألاقي دي موجودة محمية موجودة في أسوان، جنوب أسوان لك بالظبط. وعندك محمية جبل علبة على ساحل البحر الأحمر، دي أشهر المحميات الطبيعية. نرجع تاني ونأكد على تعريف المحمية الطبيعية. المحمية الطبيعية هي اسم رابعة، هي المناطق، ركز معايا، التي تضم حيوانات برية أو طيور أو نباتات طبيعية. النباتات الطبيعية، فاكرين النباتات الطبيعية؟ والنباتات دي ممكن تكون نادرة مفيش منها تاني، عايزين نحميها أو عايزين نحافظ عليها. يبقى المحمية الطبيعية هي مناطق بتضم حيوانات أو طيور أو نباتات عايزين نحافظ عليها من التدهور لحمايتها من التدهور أو الانقراض. وكده يا سنة رابعة نكون خلصنا آخر درس معانا في الجغرافيا، وعرفنا دور الإنسان في ظهور مشكلات البيئة وإزاي حاول وبيحاول لحد دلوقتي إن هو يحلها. عرفنا مشكلات البيئة الزراعية، مشكلات البيئة الصناعية والساحلية، وعرفنا إيه الحلول اللي بيعملها، وخدنا المحمية الطبيعية، وعرفنا أشهر المحميات اللي موجودة فيها، وعرفنا تعريف المحمية الطبيعية وتعريف